السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله الحاج. أهلا شريفة، حياك الله للا. عندي هذا المشكلة، الله يرحم الوالدين. يا رب الله يفرج للا. عندي حال الدري راه عيان شوية. إيه. قرا وما كملش القرايه ديالو، كمل القرايه ديالو راه ما سهلش الا. لا اله الا الله. وبدا الماستر وسمح فيه ومرض لي تعصب. لا اله الا الله. يا واحد دعوة الخير ان شاء الله. يا ربي باذن الله ام محمد. يا ربي باذن الله. يا رب. مشى لوجده باش يلقاهم يشطبوا عليه وراه عيان. لا اله الا الله، الله يفرج يا رب. واحد دعوة الخير من عندك مع وليداتهم والدار. يا ربي مع وجوه الخير اللي معنا كلهم كيقولوا امين، وربي عز وجل يفتح للدعوات ابواب السماء. يا رب يا رب لالا ام محمد، حافظك الله ورعاك. لا اله الا الله. ام محمد، هذا نداء ديال الام متألمة من واقع ابنها، وهذا حال الكثير من الامهات. الام اللي كتشوف ولدها نجح وفلح ولقى عمل ولقى مستقر وبدا كيشق الطريق ديالو نحو النجاح ونحو الاستقرار، كتفرح هذيك الام، وكتشوف بان الجهد ديالها والسهر ديال الليالي والتعب والشقاء بدا كيعطي، بحال شي واحد زرع واحد الحبه وصارت سنبله، ثم بعد ذلك صارت شجره يانعه، ثم القى فيها الثمار والظل الظليل، والكل ينتفع بخيرها. اي ام كتشوف ولدها غادي في النجاح كتفرح وكتسعد. ولكن وألماه لبعض الأمهات، كتلقى الإبن ديالها غادي في نجاح في نجاح في نجاح، حتى يصل إلى منتصف الطريق أو يتجاوز منتصف الطريق وكيتوقف. كيتوقف ما يقدر يرجع، ما يقدر يكمل، كيعود في وضعية حرجة. هذا واقع الكثير من الأمهات مع أبنائهم. الإبن كيوصل مستوى دراسي جيد، كيتجاوز البكالوريا، كيمشي للجامعة، كيقول لك أخطأت الاختصاص، ربما ليس هذا هو الاختصاص اللي خصني ندير، فكيتصب بالاحباط. كاين بعض الشباب اللي كيبقى يقرا وما كيجيبش نقط عاليه، فكيبغي يولج للقسم الماستر باش يثبت الذات ديالو، كتلقى بان النسبه المختاره ضئيله ولا يحظى بالقبول، فكيوقع لي صدمه. وكاين اللي كيتلقى مع اناس اخرين وكيعطوا توجيهات وارشادات فارغه وسلبيه ثم يتحطم. هنا الأم كتلقاها مسكينة في وضعية حرجة، وكتلقاها دائما كتقول لولدك يا غيدير باش يعاود يطلع من جديد. إن شاء الله الحلقات المقبلة غنتكلموا على مثل هذه الظواهر. هؤلاء الشباب كيف يمكن أن نبت فيهم الروح الإيجابية؟ كيف يمكن أن نقنعهم بأن واحد الباب تسد عليا ما نبقاش واقف أمامه وأبكي حظي التعيس، بل علي أن أوجه وجهي نحو أبواب أخرى وآفاق أخرى، وخيرات ربي كثيرة ومتعددة. إن شاء الله في الحلقات المقبلة غيكون مواضيعنا حول الشباب وحول النجاح وحول التألق وحول تجاوز الصعوبات، ما هي التقنيات وما هي القواعد وما هي السبل والنصائح التي يقدمها علماء النفس وعلماء الاجتماع وخبراء التنمية البشرية في تجاوز عقبات الفشل. لكن إلى ذلك الحين كان هناك الدعاء بالصدق في جوف الليل أو مع وجوه الخير، راه وحده كفيل بأن الله تعالى يفتح الأبواب المغلقة. للا أم محمد، كنقسموك المعاناة ديالك مع وليدك، وكنقسموا جميع الأمهات اللي عندهم واحد الأسى مع ولدتهم. ملك القشاب كيشعر بالفشل، أو أنه كيقول كلام على صفحة الفيسبوك أو في مواقع التواصل، يقول كلام بأنه فشل وبأنه ندم وبأنه يائس، كنت ألم لحاله، ولكن الألم الأكبر هو لوالديه.
والديه كيشوفوا في هذه الحالة. يا ما جلست أمهات، هذا كلام لا أتي به من الكتب، وإنما جلست أمهات اللي قروا ولادهم، قروهم قراية ممتازة، صرفوا عليهم أموال طائلة، سهروا الليالي، والولد كيوصل لواحد المستوى وكيتوقف ما كيكملش الدراسة، كتبقى ديك الأم محبطة. ومنهم من يستكمل دراسته ويحصل على الإجازة ولا يحصل على عمل. غير اليوم كنت مع واحد السيدة مسكينة ولدها عنده إجازة في العلوم السياسية في القانون العام، ويشتغل قهوجي في واحد البلاصة دايزة، هي من طريق شافت وليدها كيسر بين الناس، وقد أفنت شبابها وزهرة عمرها باش تقريه حتى تجاوز الابتدائي والإعدادي والثانوي وولج الجامعة، وكانت كتشري الكتب بتعب ومشقة، وحصل على الليسانس في العلوم السياسية. ثم هي تمر في إحدى الطرقات الشوارع، كتلقى ولدها في المقهى كيتسخر وكيقدم الناس فنجان قهوة، واحد كيعطيه درهم، واحد كيقول لي جمع لي هادشي، وشاف داك المشهد وبقات كتبكي كتبكي. غير اليوم تلاقيت معها كتبكي كتبكي عند صلاة الظهر، قلت لها يا سيدتي أجنس الله إن شاء الله الجماعة الظهر، دابا يفرج ربي، قريبا غادي يفرج بإذن الله تعالى. فهذه واحدة من الألاف كتلقى بهم دائما وكتشعر بالمعاناة ديالهم. إن شاء الله في الحلقات المقبلة غنتكلموا كيف نتجاوز هذه الصعوبات. هناك تقنيات معروفة في عند خبراء التنمية البشرية، وكين كذلك دعوات صالحات من الرحمن. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا ربي هذا الولد أم محمد، اللهم يا رحمن يا رحيم، افتح له أبواب التيسير، وافتح له باب الفرج، وافتح له الأبواب المغلقة. اللهم إن أغلق عليه باب الماستر في هذه الشعبة، فافتح له أبوابا أخرى فيها ماستر ودكتوراه، وفيها رزق وفير وخير كثير. خيرات مولانا وخيرات ربنا كثيرة لا تعد ولا تحصى. اللهم تجل عليه بالفتح، وتجل عليه بالكرم، وتجل عليه بالهداية، وتجل عليه بالرزق الوفير، وأسعد قلب أمه قريبا يا أرحم الراحمين. ولكل الشباب الذين قد أغلقت عليهم الأبواب، افتح لهم الأبواب يا من بيده كل مفاتيح الفرج، افتح لهم الأبواب يا من بيده مفاتيح الفرج، افتح لشبابنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب الحظ السعيد. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.